بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات خدل سرباب بنارت عزيز وقدر جران هر جهكي هين قهداريا مبكن وبناريا مبكن. سپاس بو خدای جیما جی امر دای ما کجا را کادی هاتین خدمت اوین عزیز ج برنامه ما برنامه جوان خادن قران پیروز و هر واسا افرو کا خلق دو ماهی کیا ش قونا غدوی ج برنامه ما ان شاء الله گل ده بج دار بو یاد برف خلق برف قونا غ سیه وچین ان شاء الله و خلق دو ماهی کی راست خول گل هر ده بج دار بو یاد سه بج دار بو انرژی گرتن و دبن خدان دیاریت برنامه ما دیاریا برنامه ما و هر واسا همی سرکفتین الدف رب العالمینی بس طبیعت مسابقایا و بریکانایا کو ایکل پیشی ایکت کفت حسب خواندناوی و جوان خواندنه و احکام تجویده و رینمایت قرآن پیروز و دعاش رب العالمینید که این طاعت و عبادت ماش ما قبیل کربتت وی رمضان پیروز دا و روشد ماي مبجهينة طيبات شوى ليلة القدر أجري برزقي ما بقيت اللهم آمين نكاش دي اكسر برف بجدار بويا چنش بر نبينا دامي غلق دريش ناكين اگر بجدار بويا اكي كرم بقيت نورا جمعه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صفحة 467 ذاك خير هذا خوش كارو صفحة كم سيدا 467 ج آياتا هفتة حتى آياتا دوزده ج آياتا هفتة سورة غافرة غافر حتى آياتا دوزده درست كرم كبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير صدق الله العظيم إن شاء الله نوافق بإن شاء الله
مرات جاءت طلبة هنا ايه صحاب خش اگر تنب و نزبج مخابنی خانه ایک باش تایه هی تجمید اکالا بس نورا من دو ملاحظات هی سر خاندناتا یا ایکی آیت هشته آیت هشته هر رضایی که دو ماهی که و من صالحه تبچکی لام گران کر صالحه صالحه تا گران کر لام صاد صاد حروف استعلاء جرانه وجا دائما اگر مروف نم سایتر بتل سر تاثیر الحرف اجباری خو پشتي خوات کتن اگر مروف باش مسایتر نه بتن چونکی حروف جرانه بله سر اوا ایک یاد و نورا آیت ده دو ماهی که فتک فورون تا چکی بر دفنه فتكفرون حروف ليفانا واوا لازمات كامل بين سر يعني ليفاتو بيجي وهم هر عباب السيدة كرم لاحظة هذا وإقدي عامة ما شاء الله خاننك وباش موافق إن شاء الله حتى تخوش نورا خذت على عمليتا دليش كبو ديبابتا وخذت على خيرا ديبابتا بنوسر اف پرورده دینای برته و خواندنه که گله گله جان راستی و تجوید و احکام تو صفات و مخارج و هکتا چطایی وکی بگوانی که سیده صابر گوت احتمال او عربی بجنی زلت و لیسان یعنی یکر هما هنده جوابا صد فرست دویم روی در که تو ویجی زانی یعنی اخفا سیده وقتی جه قلب کرین بید قلب کرین مثلا سبه کرین سبه گله جان بی همی احکام تا پیچه کل دف من قلقلا قافه تقلقلا دای بس هزرا استعلائی جی بی که لما قلتو اللهی آنه سیده او بی بله؟ بله او بسن کلمه لما قلتو دیف کلمه ویدا قاف قصدام قافه استعلائی جی بدی سیده او کلمه منه دی بسن بجن لما قلتو اللهی یونه دوله لما قو ایه تمام لما قلتو اللهی مثلا نگو لما قلتو اللهی بچه که قافه جوانتر مما قلتی کن یعنی ویدی احکامتا راستی من چود سر نینه گله گله جان بی صحت تا خوشو و بلا تا طلبه جهب ها مروف بهارا بتر ازمه که وسط وکی ما سیدان که بگو اول از وسط خود کم پاشید تا اوید شی بیا وید طلبه هبن یعنی طلبه نمید دف خودی بر پسیار اکید سیدان خانره تا گله جان و حجوره دست بکاته یا الحمدلله عمری تا چنده؟ 16 ما شاء الله گله گله بچیک و جحیل و گنج بلا تا طلبه هبن و نشاب دو یعنی احکامتا راستی از خواب دخبار این گلک جامعی داشت خود تعالی عمری تدریش که بود دیوابتا و همی عبید وکی داد چاول تب کرد حتا تخواش سیده عمار دست تخواش بین یعنی واضحه تا درس تو ور گیتی تا احکام تجودی تو ور گیتی گلک جانون مخارج تا بسید فاد گوتی مدی تا همی گلک جامعی بس عین یعنی از پش رازم تا ور گیتی حرف عین مخرجی بی نیوا گیوری امانه صفت که لین عمر چه که دید دریش نه گلک دریش نه گلک اگر ساکن بود طبیعه ربنا واسعته چنان بتا عینی بگیت بجا ربنا واسعته واسعته او یادی جی و ازواجی و ذری آیت هشته و ما صالح من آبائیم و ازواجهیم و ذریاته یا ای و ذریا درسته اوی حالت نبره اویش بینا که چکو دابت دیار جی بسیده یادی جی سر ملاحظه قلقلی بی او نه جان بیجن لا ما قو گرام کنوی قلقل اوی دست خوش بینو گلک جان گلک خیرات گلک خیرات دیگه برف کاک فارس از کندر کر برحب بلا کرم بکر شکدار دوی ایوی خلاک بلا کرم و علیکم السلام و الله علیکم السلام بله کاک فارس تو گلب خیراتی برا خیر و سلامت کاک فارس صفحه 217 217 کاک فارس تو شکیوه هاته ای؟ آکری ما شاء الله بله ده تعالی انشاءالله بر زحمت هاته بخد اجمعین و حفظ و بتب خیر بمیسد هر پنگو بک و عاویتی خود تعالی درجه که بوه بلن بکت البحشتی و گناه تو بغفرین تو و سر فراز بکن تو مش خیر تو به بهار نکن آمین که صفحه 207 فکر؟ بله اش آیات هفته و ایکی هفته و ایک حتی هفته و شش
هفتو ايك خطا هفتو شش بله خطا هفتو شش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ث
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين صدق الله العظيم. بله ما شاء الله كويك فارس دنگیتا هر هبت و دنگ خوشی جی نعمتا که خودی ها و موهیبه ها خوانا ما قبول که ایشالله آمین و نه هندک تشتیت های مکتسب هم مروف شد خواته دا زیره بگی تو ماهر بگی تو پیش بگی تو پیش بکبت بس هندک تشتیت های دانا خودی ها ایشوانا دنگ ها یعنی همشه بیرین نوتونه هشتاد سیدا دانا خودی ها موهیبه ها نکو مکتسب ها یعنی گله راستی خواندنات ها دنگی تا گله خوش سیدا انشاءالله بس هم هنده که ملاحظه بیشن سیدا که این کردی عامتا هر مده تا هنده جاوی طبیعی مده طبیعی اوی دیودا همزه نه هاتو بود و مده دیودا نه پشتی حرف آمده نه ساکن بد دائما اف خواندنا ها بيتك هدري جيتنا يعني خو مدرسة عراقي و بل بل إبراهيم يعني اگر وازا خدامي ازقلك زارا فيت فيت قصدنا دنك تأثير الأحكام نجت أبا عامة بو قرآني احتمال بو بانجي مجال هاي الشعراء أو هما مجال هاي صادق صادق أبا عامة وسكتجي هند عرضه سكت بس ما شار سكت طيب ريوت حفصي مثلا ما عول يختبوتي واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لي يعني بجاي واقي سكتة يعني في بروف سكتة نادر راوستانا كرد بجني ونقطة من كلا بل رانا وقيل من را هاو سكتنا بجا هندك خواندنا تفيدها بسكتة الفيري نبين عامة وكلمة بآيات الله بلا نايد خواندنا بآيات الله يعني حرف تر مرققا يعني استفالنا السفقين تماما ووقف ابتداء يجي ما خلال ديت مثلا تخواند با هر آيات عولي فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن منا ثم لا يكن أمركم عليكم غمة تلفير روصة يبون منا تنقل بها غمة تنقل بها ثم لا يكن تشوير الدس بكر بها معناوي دا جوان تربك وقف ابتداء هكو هيدي عامة باش بي ودما هيك توانجي تبرد دفنية وملاحظة قالك قارئ كيفن تدا دما هيك توان شوى مثلا ثم قضوا إلي ولا تنظرون رو نارون هاو تشي نقل تنظرني شوى يعني غنى بس ميم ونون فقط غنى بلا غنى تنظرون لا تنظرون او مرغي هاي جابت بجو عندك دي جي تاي بس اكر سيدوجي عندك سيدا ما سبحان الله بره خده او ملاحظه اي تاغوتي ميجي كت نبيسي بله ما شاء الله منا وجان بيجي مدام هر گوج بر كي بينا دميجي اما ملاحظه سيدا فود من قالك لو عندك دي مو بس بر وقتي سيدا سيدا ما هر او بين مثلا سكتا ومدد طبيعي درج بين بس سيدا آيات حفتي اي كي امركم لا يكون امركم امركم تا فتحه ده امركم امركم توليتم او جسيت ده توليتم وشنيكا بس بيجر مسلمين او يا دماهي كي
بعده سيدا ثم بعده عين تحرك هو درستينا دو سيدا بعده بعده يعني لازم اشتهى تحفتي وسيب اشتهى تحفتي وسيب ثم بعثنا ميم بعده عين عين البين حرف بين يعني حرف من بعده تقريبا نيف حركه انا قال ادريش انا بحركه يا بينيه نيف حركه دي قبل سيدا آيات حفته چاره من قبل بؤت قلقل أبد نادوه هم من قبل بلا مجيه قلقلان يا بؤ شروف قلقل قلقلان نادوه لو قلقل من قبل نجي قولي نبي من بعدهم آيات قبل آيات حفته چاره سيدا بعده أم جبوري قبل قبل هي نيفا نيفا صف نيفا ريزي آيات حفته چاره من قبل دمائي قاعدة حفته چاره نيزيك دمائي قاعدة حفته چاره قبل من قبل يعني تا بؤ نادو أبا تا بفكرة خوما داي سنك با سيدا أبا تهزير جبت هنشين بوشي مراجعة بك نسخنه اليان محاضرة بفكرة خوما داي المهم كوك فرص عامة سيدا دنجتا جلا جلا خوشا بس بلا هنديش تبت يعني خلق كورنين بو قرآن نانا ويا سيدا سيدا من ملاحظة يجي وياتا حافتو بينجز داس بيك ويا ثم بعثنا ثو ثأجت من أبد يعني من هو صار هست بكرت أبد ندوه. بعثنا. ثم. ثأت ديار ناكر. بعثنا ثأ حرف رخوية. ثم بعث. ثأ داس بيك سيدا ثم. ثم. ثم داس بيك ثأ داس بيك. يعني تهو صار جود حشكوت لو ديار ناكر. يعني ثم لازم بيت يعني أزمان بتشكي بيتن دركه بمناصنا سيدا سر آ. ثم أأأ جهو صال دا من هسبيكر دار نكهت يعني لو دار نكهت وهما هلا أبي سيدا وعامة سيدا ما شاء الله خواج بسيدا في ملاحظات بو هندينا هكا إن شاء الله يكون دار بازين بو مرحلة بيتا وكو راز ذاكرن يعني ممكن أمشي في قوافي أم بخوين قلق ملاحظة الخاندرا ما داركن بس هر بو يعني ديار كنو إن شاء الله دار باز من بو بين راز ذاكرن قلب خير هذا سيدا قلب خير هذا سيدا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلى إذن كبرى بشك دور سيبا تشين سيدة أركان علي أجر حاضر بيك. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بلى السلام. سيدة أركان تقال خيراتك. خيرا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سورة شورى صفحة 484. بك سيدا 400 هشتي و 4 بلا تبلي سيدا اش آيات 13 حتى آيات 15 حتى شن آيات 13 حتى 15 حتى دمي بس حتى دمي و إليك المصر ديكار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين دين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه
الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم. ما شاء الله دست خوش به سیدای ارکان. دیسم بیش واضحه تا احکام توجهتین و درسانی دیاره. بس با ملاحظات بیش سیدا تو بخوا بگیر ان شاء الله. وی تجوید خوینت او دمه فای بخوا جی بینه. سیدا پیوا الله گت شو دست بیب کی دی فتحه ات خوند نه. الله بنا اگر شو پیوا الله لفظ جو دست بیب کی دی فتحه بیجی. الله. تب چک فتحه ده بس حق وی درسی الله. بود من هي الله يجتبي تبجا يعني الله 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 تشي بوش بيلا خبر السجل جام ما ربط كتن درس سيدا اما بس بيبوها او حينا الدس بيقول تو سيزلي ساكي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي او حينا افحوها تجرون كسينا او حينا ح ح درس سيدا اما او حينا سبك يا حرف اصلا حرف طريقه بله سیدا اگه ما لحظه کنیم سیدا صبر سیدا میشه ملاحظه کنیم بیش سیدا آیات سیزده ان اقیم الدین ان اقی چه مدا طبیعی دو حرکات ریش که تا هو سخن ان اقیم الدین ان اقیم الدین هیچ سعی او کلمه ان اقیم الدین او یک مبرده من ندی تراستی نه یا آیت اگر کس نه ماهی ک آیات سیزده سیدا می یونیب یونیب زمان و خدا و سیدا تو جرا صوت ما به بهی من ندی تا نه سیدا یونیب استیگش مقصد سیدا مادی لازم نه چه دفنه یونیب هیچ چه دفنه یونیب چه گیت ابر دفنی سیدا؟ خودت یونیب. و هر کلمات الله دو ماهی که آیا دباز دک سیدا گویی الله الله یجمع بیننا. الله چه کی حرف؟ بیرون من لیگ دو به هندی سیدا التقاء ساکنین چی بیرون؟ بینکم الله و بین. سیدا ملاحظه هم. کن کرتی کلمه اولی تشوهم کلمه اول یعنی کلمه اول عوض. شرع لکم. شرع
وصلها تقول من تقول شرعة حد تقول من رأ دي الساكن يعني شرعة شرعة صحت قاش وعامة دفن بتجيت هاد كارينون الدنيا شو دفني عام بخوان دنيا هم يكوزي بتجنا خوشي ما يقول يا سيدة سلامة يا سيدة برس نشتراز بيد رحمة الله وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى هكذا مرف راوسطا ما بس دو حركة أنا وعيسى مرف دريش ناقد تمام يعني شنو بتو دريش بك هيك تو راوسطا سيدة كلمة دي قالك عامة ربكم وقت الضمة كافي خلاص بي دي اللي بيدخل بو سكونة بي ربكم يعني شوى ما يدخل إن ربكم من بتهيش هوصة بس المي ميجي ربكم بو مي بيدي بي يعني يديجي وبينكم وبينكم كم بو سكونة في اللي بيتاب شنفع بلي روز بي تمام يعني قالك مثلا كلمة دي بو نمونة عامة بو نمونة كناف كلمة دو بتر ديار بي مثلا يمدهم ساكي يمدهم شنو امر يمدهم يظنون شنو تقول يظنون بون بون يعني قالك شو انا مواصديتك وقالك جامي خواناته ترتي لك جامي صحة خوش خوش ترى بلا سيدو يلا بخيرات يا سيدو يلا بخيرات يا عزيز بلا سيدو عليكم السلام باش دار بوي تشاري ريبر كامل كرم بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. يلا بخيرات برا ريبر. برا ريبر صفحة 151. فاكا؟ 151. سورة أعراف. هرش آياتها إيكي حتى نهي السيدة. برای ریبر آیا تو ایکی حتا نهی؟ ایکی حتا نهی دست بید دست بید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا
قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون صدق الله العظيم ما شاء الله موفق به سيدا دنگت خوش ماشاءالله تا هی دنگت ها برکت ما شاء الله او خواندن ها تجوید جی یعنی آستگی باشه سیدا الحمدلله بس با یک ملاحظه ایت این سیدا آیت دوی او کلمه صدری که حرج او جا دوماهی که چکه حچکو تا لیفت خواه داری خسنوه چه ایلی هات حرج او سا محس پید کر و سیدا صد لجيم جيم حرج حرفه جيم اريد قلقلات هم حرج بس حرج شكي هو اللي هاته الاثنين استعمال كده الاثنين استعمال كده حرج او اي سيدا يديجك للمؤمنين تذكرون قائلون ظالمين مفلحون يظلمون ابيت هنا اغلبا شو دفني ظالمون هذا انا نابد بتش دفني للمؤمنين ايش سيدا أبي ثاني شو ندفنه؟ صافيش دافيد دركه. لازم صافيش دافيد للمؤمنين ظالمون. وسيدا رأب. سيدا بكرتيا وألفت هكذا بري حرف استعلاء نهب خصا ضغط قذونا خاصة هذا جرانم أما يدي سبكن ما تمام ما اتبعوا ما تنوج ما خلته. وأولياء نبت أولياء يعني حرف استفالية مجنية مرققة هذا عامة سيدة ده دريش نبت سيدة كنت أجد سيدة ما أوبي والله مصلى دلما الجالك سيدة يتابعوا ما نما أفخاندناها جرانا كأبي نبت تأثير يعني مادات يكو جران بتخاندني مثلا اتبعوا ما نبت ما جرامي بتشاي ما خلت أوصل سيدة بايبا غايبين جي وما كنا غاد ما يكتا حفتي اگر دریش کرد، ابی دی باش بیم. بس اینا من اگه که ریبر تجیش کی واته؟ هر روبیه. دوباره آخری بار داشتیم. ممنون. دوست دارم باب خیر بیاد. انشالله. گل باب خیرات برای عزیز. استاد عزیز. سر خلاص نه؟ بله. دی برف بشک داره پنجه وی دمایی که بچه. تو گل باب خیرات سر. گل باب خیرات سر. خیر و برکت. که مظلوم عیسی بلا کرم کت. ای دمایی که سر. بله. کرم که که مظلوم. و علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. السلام ورحمة الله. كويك مظلوم صفحة 407 آيات 23 حتى دمهيك حتى سهي دمهيك سورة السجدة
سورة السجدة تماما آيات 23 23 حتى دمهيك شرع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون خوش کالک مظلوم تا او تبینی پیش آف ورگتن او بری تا تو تا دمایگی تو نبرن دفنه گلک باش بی افلا این بصیرون و منتظرون گلک جان بی بس بسم الله یه بیجه تزانی بود چی؟ هند اگه جهت خواست تاین کتاب تجید رو سده بحث کرید هند اگه حالت مثلا بحث فضحان دونا منافقانه عذاب دانا کافریه هم بحث شیطانی دست پید کرد بلاوی وان جام رو بسم الله نبیجد اما نورا تو بسم الله بیجه هیچ درسته و برکتره و باشتره جی هنده جیتن سنه ده باشترم رو بیجد بحث خودی به رحمه بله صفت اکیوی دست مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم بلمونه جان بس ملاحظه کر خواندنا ده گل جامعی و دنگ جی حدیثه و نعمت که خدا و دنگی تا گله خواشه و سرکفتی بی انشاءالله ترتیل که جامعی الله سید اما گله جامعی مخارجتی و سبت دی گله جامعی بس پیبا منتظرون دماهی وی تا گله لیفت خواب کار اینان تا زخت سای کنو سای دو هی مبالغه تکیف منتظرون معادی منتظرون هر چیز حدی بورد حدی گله بوری وقتی جامعی گله جامعی سید آیت 24 بأمرنا لما صبروا صبروا با تبع جيران كده صبروا با با صبروا صبروا شو بتندق تشدام نبي عم قولي نبي صاد جيرانه با سوي كان رأي جيرانه صاد يعني ما جوش دائما تأثير اللي البيش حرفه بيش يخو وش باري خاطك تن تجاوب لازم تأثير اللي ناقد يعني معروف بلي اما را و بیا ان شاء الله خونه گلک باشو زنده خیرات بنوستی ان شاء الله سرکفتی ان شاء الله گلک ان شاء الله بینارت رزدارو ین خوشتوی ما وقت نما بزر کلتی هندک که آخفتنا بیش انشاءالله و خلقا دو ماهی بیش قناغا دوی
كو اف بيستو بينجا ان شاء الله ديفون بيستو بينجا دي دها هل بجيرين دي فريد ماين برنامج ما كو ام تشتشتي دي يعني او سركفتي دي تشتشتي بنيه ام كيبجين 10 الاوائل ان شدها نبتني طبعا تجويده تشكي بارو بتري تجويد جالك بوش بين جالك تجي دونا خدي سيدا هندك شلون دل سر چبت سر دنگيجي يعني دنگجي حسيبه بس دنگ شرط اگه کارتی کرده احکام تجویدی نکرده یعنی دنگ خوشی حسیبه مثلا تجوید حسیبه هکر تیلاوه هم بجنی خواندنا تیلاوه آنیا مجود اواجی یعنی فرقیه که هایی گل اوی ترتیلیت خوینن بس اگر اویجی چه خلطی دیسا و نکرده یعنی اگر احتمال هایی که مجود یا خواندی گل خلطی تجوید دا کرده این که ترتیلی اویت هم بجنی مثلا پیشی ها نویجی بسرمان ها نویجی کم پوی خواندنه احتمال اویجی بچه پیشی ها یدی اوه انشاءالله خلقه بید نه شوابید قصدامه یادی تره ده نوویت وان هر ده ها انشاءالله سرشاشه جه اندیار کرنه و پیجی خوابیش داده اندیار کرنه او ده سرکفتی انشاءالله شویدی نه ایک آدی ده بتونه دو قناقی دی مینن یعنی دست بیک انشاءالله شوان ده ها جی ده سیاه هل بجیریم کو ببینی ایکی و دویسی ببین خودان دیاری انشاءالله همی خودان دیاری نه بس دمایی که وقتی انجام را دیارینو و ام بیشین دیاری ها پیش کشید کن ده هر ده این ده تویره دا دیار کن کاکی ایکی و یه دوی و یه سیه انشاءالله دیباره ده دوباره کن چکی وقت ما نما انشاءالله همی سرکفتین همی خدا خیره یعنی کس نینه که بجد من چطش نوردید انشاءالله دیاری هاوی یامازن الدف خوده وقتی ما بدمای کسی ده کرد واجی چنه بد دمای کنید بله حتی خلقابت انشاءالله شبه دینه اکادی ببینیم بین چاو دیری خوده و مجدوعیت خواب بهار نکن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.